السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين، شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم مرة تانية، إن شاء الله يا رب نشوفكم وتشوفونا على خير بإذن واحد الأحد دائما يا رب. ما تنسوش يا أحبابي تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يوصلكم كل جديد. إخواتي الأعزاء، النهاردة جينا نتكلم على الناس اللي بتكتب الفلوس بتاعتها في حياتها، يعني لعيالها، عشان ما يتخنقوش على الورث. بيقول الأب ولا الأم تقول يعني أبيض ذمتي مع ربنا سبحانه وتعالى وأكتب الحلال أو الأموال زي ما بتقولوا لها أنتو. الأموال اللي عندي هكتبها لعيالي عشان ما يصيرش مشاكل بعد ما إيه الإنسان يتوفى، فيعمل مشكلة أكتر لنفسه وكمان يسبب في عدة مشاكل لعياله. ما هي المشكلة يا إخواتي الأعزاء؟ المشكلة هي إن واحد يعني بيروح بيكتب الحلال، واحد من عياله بيكتب لهم الحلال طبعا، والناس في اللي بيتحكم بالعاقل بيسيب الفلوس دي تمشي ويحافظ عليها في إيه، في بيكونوا شباب الله يهديهم بيروحوا ياخذوا الفلوس دي ويضيعوها، ويعني ايش اقول لكم، الله يكفينا شر الغائبة بس ويهدي عيالنا، يخربون الفلوس دي وخلاص لما يخلصوها. اما يخلصوا الفلوس دي يا اخواني يا اخواتي بيرجعوا طبعا الدوار والقدام، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا الراجل الكبير او الحرمة الكبيرة بتحب تبري ذمتها وتقول خليني عشان ما يصير مشاكل، بس ايه بيزاد الطين بلة بعد ما الانسان يتعب ويشقى ويمسك حلاله او الرزق اللي عنده دوت يكتب له عياله، يرجع شحات من جديد، يرجع يا اخواتي الاعزاء يرجع كانه ما داز عنده المال ولا داز عنده سلطه ولا داز عنده اي شيء. بيرجع مسكين ذاك الراجل بيرجع به الزمن لورا كانه لا جوز ولا خلف ولا كان صاحب سلطه يوم من الايام. ايش المشكله دي اللي بيوقع فيها الاخ ده او يعني الاب ده والام دي بصفه عامه في أولاد؟ يعني يعني زي ما بنقولوا بتشيل الجميل أهلها، بتخبي الفلوس اللي يعني الأمانة اللي الأهل كتبوها لهم، يعني بيقول لهم خذوا وبعدين انتوا، يعني بيعمل كل حاجة بعد ربنا ابنه أو بنته، بتقول انت تصرف، ده حلالك وده مالك اتصرف فيه، بس اديني حاجة بسيطة عشان أعيش. ايش بيعمل الواد ده أو البنت ديت؟ طبعا بيضيعوا الفلوس ويخربوها، وطبعا بعد ما بيتكبر العظمة يعني والإنسان بيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، طبعا الابن ده ما بيتقبلوش، حتى لو كان هو يقبله ممكن مراته تقول له خلاص أنا مش هقدر أشيلك وأشيل عيالك وأشيل أبوك. فيضطر الولد ده له هو يعني نقول ربنا يكفينا شر المشاكل، له هو يعني مش مرضي يعني مرضي الأب والأم، بياخد أبوه لإيه؟ لبيوت العجازة. فالرجل ده يعني بيرجع به الزمن لورا، بيقول يا ريتني ولا كتبت لهم مالي ولا كتبت لهم حلالي، يا ريت خليت قرشي يعزني. ونفس المشكلة البنت، ممكن تلاقي بنت برضو بتدور على الرضا، ممكن تلاقي بنت الله يكفينا شر الناس اللي العقل والدين دول ياخذوا مالهم ويرمي لهم. نفس يعني الكلام ده متوجه ممكن البنت ممكن الواد، يرموا اهاليهم في بيوت العجازة ويعيشوا شبابهم. فإذا عملنا الفيديو ده يا اخوتي في الله، اللي عنده قرش يخليه معه، قرشك عزك، عارف كيف؟
يعني بدل مثلا جوز بنتك، انا مجوزك انت ولا مجوز اهلك، بتقولهم انا ما عنديش مكان اوديه، يقولها روحي وديه البيوت العجازة عشان ما معهوش قرش، عشان خلاص خلاص اخذوا فلوسه ساعتها، خلاص يا للي ما بعد خير، خلاص ما عندوش حاجة يديها له تاني، اكل فلوسه. فلهذا يا أب الكريم، يا أم الكريمة، خلي قرشك عندك، ساعتها حيصيروا في العيلة يتخانقون عنك، يعني يتعاركون مع بعض علشان خاطرك انت. هذه يقول أخذها أنا تبقى معها، التاني حتكون إيه زي التاج على ريوسهم، بقرشك بفلوسك. أوكي يا أم الكريمة ولا أب الكريم، خلي قرشك عندك وما تضيعيش، وساعتها القانون والدين معروف ده حياخد كام وده حياخد كام، ماشي؟ ما تضيع ساعتها زي ما قلنا، لا تضيعيهم، مثلا ضيعي الحلال على نفسك، ولا ايه تكتبي لهم وتبقي انت ببلاش، ساعتها قلت لك انت حتبقي ايه تاج على رسوم عشان عندك قرشك. وعايزة أوجه لبعض الأبناء اللي بيعملوا الحاجات هذه، زي ما قال فنان من الفنانين المصريين، لا تتغروش يا بني أدمين، من سرنا للتراب راجعين. الإنسان مش أبوك يوثق فيكي ولا أمك توثق فيكي أو توثق فيك أخي الكريم، تروح تاخد حلالها وترمها في بيوت العجزة، هل هذا يعقل؟ كما تدين تدان، كما تدين تدان، اللي عملته انت في اهلك اولادك حيعملوا فيك، يعني ده صرف، صرف ورد الفكة زي ما بنقول احنا هنا في السعودية، ورد الفكة او رد الصرف، صرف ورد الصرف، يعني زي ما تعمل عملتي في اهلك حيتعمل فيك. فما تتغرش بنفسك، وما بتبقاش الصحة هي الصحة، وما بيبقاش الصغر هو الصغر، يعني الانسان مسيره بيتعب، مسيره بيمرض، مسيره لازم تكون مع اهلك، يعني اقرب شيء بعد ربنا سبحانه وتعالى امك وابوك واولادك وعيلتك، اللي مالوش عيله او مالوش اخوه، مالوش حد، مالوش حد، تكونوا على يقين مالوش حد. الكلام ده اسالوني انا اللي متغربه 6 سنين ما رحت شفت اهلي، وربنا اللي يعلم بيا، يعني واحنا جنبنا اهلنا بنتنفخ عليهم وما بنحبش نروح نشوفهم. اسالوني انا 6 سنين ما شفت اهلي، ربنا اللي قلت لكم ربنا بس هو اللي يعلم بيا، ابيع نص عمري واروح اشوف اهلي، عندي ظروف خاصه لا حول ولا قوه الا بالله. فيا اختي في الله، اذا عندك امك جنبك او ابوك جنبك، البسي وروحي، شد في خاطرهم، حتى يعني نقولوا ما عندهمش، هذا واجب علينا نحن نشيلهم على راسنا، حتى لو ما عندهمش ريال، حتى لو هم يعني ايش اقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله، زي ما قلنا ما عندهمش 10 ليلة تقسمي معهم اللقمة، هذا اهلك وربنا حيرزقك، لا تخبي شيء عن أمك وعن أبوك، ربنا حيرزقك. زي ما قلت لك يا أختي الفاضلة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، خذي بالك من أهلك عشان ربنا يطرح البركة في أولادك، وزي ما كنت بتعملي أهلك بحسن الطيبة وحسن مش عارفة أقول لكم إيه، يعني الأهل بصفة عامة شيئا لا يقدر بكنوز الدنيا، أقرب شيء عندك بعد ربنا أهلك وولادك، وبلاش يعني تخسروا بعض، الأهل هم كل شيء بعد ربنا. وما تنسوش تعملوا لايك 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 لك عشان تساعدوا أختكم، زي ما أنا بقول 6 سنين ما روحتش ما شفتش أهلي،
والانسان ما يعني الانسان اللي ما بيزورش اهله الصراحه صعبه صعبه جدا جدا اكثر ما تتصوروا. ساعد اختكم في الله تقدر هي كمان تروح تشوف اهلها ويعني والله لا الله لا يفرق حد على اهله ولا على احبابه ولا على والديه. اتقوا الله وبوالديكم احسنا، وخليت لكم ان شاء الله يا ربي الخير والصحه والسلامه. لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.